وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فأصلحوا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. القتال والحرب ظاهرة في حياة البشرية مستمرة منذ بداية الخليقة، وسوف تستمر إلى نهايتها. ما دام الناس تختلف شهواتهم ورغباتهم وحاجاتهم ومصالحهم، فلا بد أن يقع الصراع بينهم. لكن القتال نوعان: قتال خارجي، دولة تعتدي على دولة، شعب يحاول أن يغزو شعبا آخر، وقتال داخلي ما بين شعب واحد، أفراد شعب واحد، أو ما بين فئتين أو طائفتين من أمة واحدة. فيما يرتبط بالحروب الخارجية، هنالك منتصر ومهزوم. لا يمكن أن ينتصر أحد إلا على حساب الآخر. يعني الحروب تشبه ألعاب كرة القدم، لا ينتصر فريق إلا على حساب فريق آخر. في الحروب الداخلية والاقتتال ما بين أفراد الأمة لا يوجد منتصر، المنتصر مهزوم. لأنه في نهاية المطاف حينما تضع الحرب أوزارها، الأمة تكون قد خسرت بعض رجالها، خسرت بعض مدنها، خسرت أموالها. في الحروب الخارجية هنالك منتصر ومهزوم، وفي الحروب الداخلية لا يوجد منتصر، إنما الطرفان مهزومان. إذا وقعت حرب داخلية، حرب أهلية ما بين أفراد شعب واحد أو ما بين فئتين من الأمة الواحدة، لا شك أنه قد يكون الطرفان على باطل، خلاف من الخلافات على مصالح، كلا الطرفين يظلم الآخر. قد يكون أحدهما على حق والآخر على الباطل وهو الأكثر. بالنتيجة فد واحد أشعل هذه الحرب. الفتنة كانت نائمة، لعن الله من أيقظها. واحد إجا أثار هالطرف على ذاك الطرف فأثار فتنة كبرى، فوقعت الحروب ووقع الاقتتال ما بين أفراد الأمة الواحدة. الآن بفتوى من علماء السلاطين أو بقرار من أحد السياسيين، بالنتيجة طرف ظالم وطرف مظلوم. لكن ما دامت هذه الحرب هي حرب أهلية، وما دام هذا الاقتتال داخلي، فإن كل فرد من أفراد الأمة عليه واجب، وهذا الواجب فوري ما يتحمل التأخير. في واجبات تتحمل تأخير، لكن في واجبات ما تتحمل التأخير. قلنا أن الحروب مثل إشعال النيران،
لو أن نارا اشتعلت في زاوية غرفة من غرف بيتك فإن الضروري أنه تسرع في إطفاء تلك النار، مو تخلي بعد ساعة، مو تخلي بعد ساعتين. لذلك ربنا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مباشرة فأصلحوا، هذا فائد التفريع، يعني فورا مدخر، فأصلحوا بينهما. أولا حاولوا أن تبعدوا أسباب الخلاف، أسباب الصراع، أسباب القتال، وهذا أمر ممكن كما قلنا بإذابة الفوارق، بمنع الاختلافات الفكرية والسياسية والثقافية حتى لا تقع الحروب ولا يقع الاقتتال. وثانيا إذا وقع الاقتتال ما بين طائفتين فأصلحوا، وهذا الخطاب لجميع المؤمنين، فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني ما كان الطرفين على باطل وإنما طرف على باطل وطرف على حق، وهذا الطرف اللي على باطل بغت، كانت باغية، فقاتل التي تبغي. رب العالمين قال أصلحوا، لكن هنا يقول قاتلوا. في الإصلاح حينما يقع مثلا خلاف في عائلة، الزوج والزوجة يختلفون، يصير بيناتهم صراع، يتزاعلون، هذا ما تقدر تقول واحد ظالم واحد مظلوم، وغالبا ما هذا الطرف شوية ظالم ذاك الطرف شوية ظالم، هذا شوية مظلوم ذاك شوية مظلوم، هذا أصلح. لكن إذا كان طرف ما باغيا ظالما فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. هذا القانون، هذا الواجب أن نعمله جميعا. هنا لابد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي نحن في الغالب نفتقد دور المصلحين في الأمة. يعني حينما ترى جار مع جارة على خلاف، أخ مع أخيه، زوج مع زوجته، أب مع أولاده، تدخل بيناتهم، إما تأخذ طرف هذا الأبو في مقابل الأولاد، أو الزوج في مقابل الزوجة، أو الجار في مقابل زوجته. عادة ما لا نجد المصلحين في الأمة، ولذلك الخلافات تبدأ صغيرة ثم تنتهي إلى خلاف ما بين العشائر والقبائل والأمم، وتستمر طويلة، بينما الخلافات الداخلية والاقتتال الداخلي بسرعة تقدر تتدخل، لأن القواسم المشتركة بين الطرفين كثيرة. ليش سهل؟ ليش ممكن؟ في الخلافات الداخلية، في الحروب الأهلية، في الاقتتال الذي يقع بين طائفتين من أمة واحدة، الإصلاح أمر سهل لأن القواسم المشتركة بينهم كبيرة. الزوج والزوجة وعدهم أولاد، هواي عندهم قواسم مشتركة، هذه زوجة ذلك زوج، عندهم أولاد في بيت واحد، كثيرا ما يكونون أقرباء، قواسم مشتركة ومصلحة مشتركة عندهم، لكن الشيطان يمزغ بينهم، شيطان يتدخل مثل ما تدخل في أولاد الأنبياء بين قابيل وهابيل وبين إخوة يوسف ويوسف، بس القواسم مشتركة كثيرا، لذلك بسرعة تدخل وستجد الاستجابة راح تجدها. فأصلحوا بينهما، لكن إذا كان طرف باغي، طرف ظالم وطرف مظلوم، حينئذ عليك أن تنصر المظلوم على الظالم حتى بالقتال، هذا أهم واجب. يعني إحنا ما عندنا في أفراد الأمة من يقف محايدا في الصراعات، من يقف محايدا في الحروب الأهلية، وما لنا والدخول بين السلاطين، الوقوف على التل أسلم، والصلاة مع معاوية، والطعام مع معاوية أتسم، والصلاة مع علي أتم، لا هذا الشيء احنا ما نقبله وما مقبول. انت لازم عندك موقف فيما يرتبط بالحق والباطل، لازم عندك موقف، حتى
لابد أن يكون عندك موقف من الذين تقاتلوا، يعني هابيل وقابيل وينهم؟ قبل كم ألف سنة رب العالمين خلقهما، واحدهما قتل الثاني. زين، أنت اليوم لازم تلعن قابيل وتترحم على هابيل. موسى وفرعون، إبراهيم ونمرود، عيسى مع بني إسرائيل، نبينا مع قريش، الإمام علي ومعاوية، الإمام الحسين ويزيد، لازم عندك موقف. أما تبقى محايد والله كلهم زينين، لا ما عندنا كلهم زينين، واحد كان على حق واحد على باطل، واحد كان قاتل واحد كان ضحية، فلازم عندك موقف. أصلحوا بينهما بسرعة، أدخل في الموضوع وأصلح. ولأن دور المصلحين في التاريخ البشري قليل في الخلافات الداخلية، لذلك فإن فيه ثوابا كثيرا. احنا احيانا نسمع ان فلان اصلح ما بين طائفتين، بس قليل تشوف هذا الاسم. لكن اذا احد تدخل واصلح ما بين عشيرتين، ما بين قبيلتين، ما بين زوج وزوجة، ما بين الاخ والاخ، ما بين الجار والجار، هذا يبقى اسمه يسجل في التاريخ ويبقى. يعني اولا التاريخ البشري يحتفظ باسمه ويترحم عليه الناس، وثانيا إلى ثواب عظيم. لا تقول انا شعلي اتدخل، ويوم اللي تتدخل عم تدفع ثمن. اذا اثنين دي يتعاركون في وسط الشارع وواحد دي يضرب الثاني، اذا ردت تفاككهم تاكل ضربه من الطرفين، ضربه من هذا وضربه من هذا قبل ما تفاككهم، صح ولا لا؟ فتقول علي شو؟ ليش انا اكل لي ضربه؟ ليش اتدخل في هذا الصراع وكل طرف يفكر انا مؤيد للطرف الاخر؟ اذا ما اتدخل. هذا الذي يفعله اكثر الناس، بينما واجبهم ان يتدخلوا وان يصلحوا. ولان الذين يفعلون ذلك قليلون، لذلك ثواب الاصلاح كبير. يقول الامام علي لولدي الحسن والحسين: الله الله في اصلاح ذات بينكم. الله الله، يعني احذر الله، اتقوا الله، احسب حساب ان رب العالمين مطالبك بهذا الواجب وفوري. الله الله في اصلاح ذات بينكم. فاني سمعت الناقل منه الامام علي عمن؟ عن سيد الانبياء رسول الله. المن؟ للصبطين الحسن والحسين. فاني سمعت جدكما يقول: إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. على محمد وآل محمد. هسه عامة الصلاة والصيام، عامة صلاتك وصيامك هم كبيرة. يعني أنت 70 سنة تصلي، 70 سنة في شهر رمضان تصوم، كذا مرة تروح للحاج، تقرأ القرآن، إصلاحك لذات البين، زوج وزوجة، أخو أخو، اثنين يشتغلون في مكان واحد، أي نوع من أنواع الخلافات الداخلية والصراعات ما بين أبناء الأمة، هذا ثواب إصلاحك أكثر من كل صلواتك وصيامك. أو أن المقصود أن إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلوات التي صلاها الناس، كل الصلوات أفضل من عامة الصلاة والصيام. ليش إلى ثواب؟ لأن أغلب الناس يشردون، أو يجي عند هذا يدافع عنه ويروح عند ذاك يدافع عنه. يعني أكو فد مثل بالفارسي يقول: هذا اللي يودي الحطب للمعركة، يعني يجي يم هذا بدل ما يدافع عن ذاك يدافع عنه ويشجعه على الصراع. أنت مفروض يوم اللي تجي ما بين اثنين مختلفين فتروح يم الطرف اليمين تدافع عن الطرف اليسار، اللي على الطرف اليسار تدافع على الطرف اليمين. والكذب في الإصلاح جائز. احنا الكذب عندنا 5 أحكام، عندنا كذب واجب. بس ليش يكون فد واحد يقول سد هادي يقول الكذب واجب ورب العالمين يقول الكذب حرام؟ لا، عندنا كذب واجب. لنفترض ان السلطات ظالمة تريد تعتقل فرد واحد وتذبه بالسجن وتقتله، انت تدري هذا وين؟ اجوا سألوك فلان وين؟ تقول انا ما اريد اكذب فقلت هنا، الله يذبك بنار جهنم. كل يوم كم كذبة تكذب، يوم اللي توصل الى القضية والله ما اريد اكذب، لا كذب.
أن كذب واجب، أن كذب مستحب في الإصلاح ما بين طرفين. هذا حج على ذاك وذاك حج على هذا، بالعكس سوي. قل رحت عند فلان كان يمدح بيك، رحت عند كذا كان يمدح بيك، أنا مستحب تكذب حتى تصلح ما بين الناس. وعندنا كذب مباح، مثل فرد واحد عنده زوجة يومية طالبة بألف طلبة وما يقدر يسويها، لا ما أسوي لك، يدخل وياها في صراع على شنو؟ إن شاء الله بس ما يسوي. يوم اللي قال إن شاء الله ما كان يرد يسوي، قالوا فرد واحدة يومية تطلب من زوجها يجيب لها مثلا كيلو شكر، كيلو دهن، كيلو لحم، هذا يروح وما يجيب. فرد يوم قال لها شلون تردين اليوم؟ قالت والله في الطن من الرز، فد تنكة من الدهن، فد نص طن من الشكر. قال ايش صاير؟ قالت ما دام ما تجيب خلي يكون شويه دسم، ما دام انت على كل حال بتجيب. زين، عندنا كذب حرام، هو الكذب اللي اغلب الناس مع الاسف متورطين فيه، يكذبون وعلى الله على رسوله على بعضهم البعض، هذا حرام. لكن الكذب في الاصلاح جائز. ليش؟ لان الاصلاح مصلحه اهم. يوم اللي القضية تبدأ صغيرة ما بين نفرين، تلاسن، بعد التلاسن تضارب بالأيدي، بعد التضارب بالأيدي قاتل مقتول، بعد القاتل والمقتول فرض صراع تاريخي يمكن يستمر ما بين طرفين على فرض قضية بسيطة، كلمة نابية من هنا كلمة نابية من هنا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تقبل أنه ترحون على المبادئ والقيم والمثل وأحكام الشريعة، حتى يحكم الحق مع منه وكل واحد يروح في مكانه. نمنع القتال بعدين الصالحون في المفاوضات، كل واحد يأخذ حقه بالمفاوضات، بس القتال لازم نوقف. لذلك هدف القتال هنا قتال الفئة الباغية حتى تفي إلى أمر الله، بعد ما نتعقبهم، بعد ما نروح وراهم. إذا طرف داخلي دخل في صراع مع طرف داخلي آخر وقبل الباغي أن يفي إلى أمر الله، أن يتحاكم إلى الله وإلى رسوله، بمجرد ما يقبل خلص، بعد ما يروحون وراء الجريح يقتلوه والهارب إلا يكمشوه ويصادرون أموالهم، ماكو هذا الشيء. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، أدنى صلح، أدنى عادل، وعدنا قسط. وأقسط القسط يعني منتهى العدل، منتهى العدل هو القسط. يعني مثلا أحيانا اثنين متعاركين ويا بعض على فرد بيت، هسه واحد من عندهم ماخذ نص البيت يقول يا أبا النص الثاني أعطيك إياه، وتعاركوا وأنت تدخلت أصلحت بيناتهم، هذا البيت المن لازم كله يرجع الى صاحبه، مو بعد يقول يلا ما يخالف النص من عنده يمه، ماكو هذا الشيء، كله يرجع. واقسطوا ان الله يحب المقسطين. عندنا في التاريخ الاسلامي نماذج للاقتتال الداخلي في عهد رسول الله، كما قلنا لا ما عندنا اقتتال ما بين اصحاب رسول الله، في صراع، في خلاف، في ضرب بالايدي بالنعل بالعصي اكو، لكن اقتتال ما عندنا. حدث ذلك في عهد الامام علي سلام الله عليه. بيعه علي كانت بيعه شرعيه بجميع الموازين والمقاييس. ماكو عندنا في تاريخ الخلفاء بيعه شرعيه مثل بيعه الامام علي. ليش؟ لان مو فرد جماعه صغيره راحوا في سقيفه هناك قعدوا ستة سبعة هم قرروا كل شيء وأجوا قالوا خلاص خلاص هذا خليفة، لا ماكو. وإنما قتل الخليفة الثالث، اجتمع الناس سواء الذين ثاروا على الخليفة أو الذين ما ثاروا على الخليفة، اجتمع الناس على علي، وعلي رفض في البداية ما أريد، راح البيت سد الباب على نفسه، أنا لكم وزير خير مني لكم أميرة، ترى أنا أبقى وزير أعطي مشورة للخليفة اللي يجي مكاني أو مكان الخليفة الثالث أحسن من أنه أكون أمير عليكم. ليش؟ لأن إذا صرت أمير أعمل بالحق، حينئذ ما أعرف محسوبيات،
حينئذ ما أحسب حساب المصالح الشخصية، لا إلي ولا لعائلتي ولا لأولادي. أنا لكم وزير خير مني لكم أمير. قالوا ما عندنا غيرك. شاف أن اجتماع الأمة سينفرد، خاصة أنه للتو حدثت ثورة وقتل خليفة، فقبل الإمام سلام الله عليه. ليش قبل؟ يوم اللي شاف ناصر نهض بالأمر، قبل أن يكون خليفة للناس، بايعوه ثم غدروا ببيعته. كل الذين قاتلوا الإمام علي كانوا بغاة، مو فقط الخوارج. أكو طوائف في المسلمين يقول لك الخوارج إيه، ذول خوارج وذول بغاة. وطلحة والزبير بل لا تحكي على أصحاب رسول الله، قرآن بيقول لك فإن بغت إحداهما، فإن بغت. والنبي قال لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية. بس واحد يريد يبرر لمعاوية يقول ما معلوم منه، معاوية قال إنما قتله والذي أخرجه، ليش علي بن أبي طالب طلع عمار؟ عمار بن ياسر ومعاوية يحكي عليه، وإنما قتله علي. طبعا الرواية ما يقروها كاملة على المنابر، هم الرواية موجودة في جميع كتب التاريخ والروايات. حينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبني مسجده في المدينة بدايات الهجرة، شاف عمار بن ياسر يشيل أكثر من الحمل اللي لازم عليه، قال يا عمار تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. هذا شو تسوي العبارة؟ يعني بعدنا عندنا شك منه كان من أهل الجنة من كان من أهل النار؟ بعد عندنا شك علي على حق ولا غيره؟ هم عندنا شك بعد الموضوع؟ ده يقول له تدعوهم إلى الجنة، إلى ما كان يدعو عمار، كان يدعو إلى علي، إلى ولاية علي، إلى إمامة علي، إلى خلافة علي، ويدعونك إلى النار. الطرف الثاني نار، الطرف جنة، الطرف جهنم، وتقتلك الفئة الباغية. زين اللي يقتل عمار بن ياسر خوش إنسان وتقول رضي الله عنه، عمار شو تقول له؟ تلعن عمار؟ شو تقول عن عمار؟ عمار منو؟ عمار بن ياسر هو الذي أنزل الله آية في حقه حينما قتلوا أمام عينيه أباه ياسر وأمه سمية، وأجبروه على أن ينال من رسول الله، فجاء عند النبي وهو يبكي قال يا رسول الله نلت منك، فنزل جبرائيل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله بيشهد له قلبه مطمئن بالإيمان، هذه آية نقراها إحنا عن عمار، إلا وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال له النبي يا عمار إن عادوا فعود، إذا مرة ثانية صرت في هالموقف إلا أن تتقوا منهم تقاتل، ما دام عندكم تقية في الموضوع، وهذه آية قرآنية، إلا أن تتقوا منهم تقاتل، أنقذت نفسك زين سويت، تقتلك الفئة الباغية. إذن الذين قاموا ضد الإمام علي سلام الله عليه كلهم كانوا بغاة، وكان من واجب الأمة أن تتدخل، واجب كل فرد من أفراد الأمة أن يتدخلوا دفاعا عن علي سلام الله عليه، هذا واجبهم بنص هذه الآية المباركة، واستشهد بها الإمام علي سلام الله عليه. جوا مجموعة بعد معركة الجمل وطلبوا من عنده مساعدات، هذول من الذين تركوا الإمام علي، ما بايعوا الإمام علي. الإمام علي عاتبهم ليش ما جئتوا؟ قالوا والله ما ندري الحق وين. قال زين القرآن عندنا آية في القرآن، احنا تقاتلنا، تعال حسب هذه الآية شوف من الباغي من المظلوم. فالواحد من عندهم جاب هالعبارة، قال أعطني سيفا يميز بين المؤمن وغير المؤمن. الإمام قال الله ما أمركم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا قضية مقتل عثمان، قال زين مقتل عثمان كان إمامكم وانتم بايعتوا، ليش ما دافعتوا عنه؟ إمامكم وقد بايعتموه، لمن لم تدافعوا عنه؟ شو شردتوا؟
يوم اللي قامت الثورة على الخليفة الثالث، ليش ما دافعتوا عنه؟ إما أن الحق كان معه فكان عليكم أن تدافعوا عنه، أو لم يكن معه كان عليكم أن تقاوموا. بعدين بالنسبة إلي، بايعني الذي بايع أبا بكر وعمر، أنا أيضا بيعتي على أقل التقادير مثل بيعة الخليفتين الأولين. والقرآن يقول فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي. في معركة الجمل الإمام علي كان يرفض أن يبدأهم بقتال، وما بدأهم بقتال مع أنهم رموا أصحاب الإمام علي بالنبال وعقروا بعض فرس أصحابه، مع ذلك جاب الإمام علي القرآن، هذا القرآن اللي بعدين جابه، وباسم القرآن أوقفوا القتال. قبل ذلك الإمام علي أخذ القرآن وقال لأصحابه من يذهب بهذا القرآن ويتلوه عليهم، فقام شاب اسمه مسلم، هذا مسلم من أصدقاء حذيفة بن اليمان في المدائن، كان هناك وكان موالي للإمام علي، بس هو شاب، قام من مقامه وقال يا علي أنا أروح أقرأ القرآن. فقال الإمام علي تقطع يدك اليمنى ثم تقطع يدك اليسرى ثم تقتل. قال ذلك في سبيل الله قليل، جيب القرآن اقرأ. فقال اقرأ عليهم هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إجا أخذ القرآن قام يقرأ القرآن بيد اليمنى، ضربوا على يده اليمنى فقطعت فأخذ القرآن باليسرى، ضربوا يده اليسرى فقطعت فأخذ القرآن بصدره، مثل ما العباس سلام الله عليه في كربلاء أخذ القربة، يعني بيديه المقطوعتين حتى القرآن لا يسقط على الأرض، فضربوه وقتلوه. الإمام علي قال أعذرت إلى الله، خلاص بعد هذا كافي، رد القرآن، هذه مو فئة باغية، هم لازم نترحم عليهم ونخالف القرآن؟ آية قرآنية. طالب سلام الله عليه في معاركه الثلاث وكلها كانت داخلية، معركة الجمل التي أفرزت معركة صفين، ومعركة صفين التي أفرزت معركة النهروان، هاي المرجعية مالتنا. نشوف الإمام علي شنو سوى، إحنا نسوي. حينما انتصر الإمام علي على أعدائه في البصرة في معركة الجمل، هل تعقب جرحاهم؟ لا. الفارين منهم؟ لا. هل صادر أموالهم؟ لا. حتى بعض الجماعة يقول يا أمير المؤمنين شلون تمنعنا؟ أتحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم؟ قال زين، زوجة رسول الله يعني هذه من قسمها بيناتكم؟ فتراجع. أخذ عائشة وكانت تقود المعركة أملا بقوله تعالى وقرن في بيوتكم، كانت تقود المعركة، جنرالة، نصبت نفسها جنرالة، قائدة جيش وقادت الحرب ضد الإمام علي. الآن انهزمت، اجى الإمام علي على الهودج، قالت يا علي انتصرت، فصارت انت فاعفو. قال قد فعلت، ما يحتاج انت تقول لي، غلبت فاجنح. قال قد فعلت، اخذها خلاها في بيت، قام مرتين بزيارتها، منع التعرض للأسرى، وكان في الأسرى مثل واحد اللي الامام علي سماه الوزغ بن الوزغ، وهو مروان بن الحكم، حتى يوم اللي راد يبايع الامام علي، الامام علي ما قبل من عنده يبايع، قال والله لو بايعني بيده لنقض البيعة بإسته، الوزغ بن الوزغ. مع ذلك ما خلى أحد يتعرض له، خلاه في بيت معزز محترم، قام مرتين بزيارتهم، أموالهم أعطاهم إياه، أعطاهم الحرية. فإن فاءت، إذا فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. هنا العدل لازم يمشي، ليكون فرد واحد يقول يلا صالحوا، نصالح بس الحق لازم ناخذه، اذا هذا مصادر حقي، وما نتعارك ما ندخل في اقتتال بسبب الوساطه، لازم حقي اخذه.
فأصلحوا بينهما بالعدل. في هذه الآية المباركة عندنا كلمة الاقتتال، عندنا كلمة الإصلاح، عندنا كلمة قاتلوا، عندنا كلمة العدل، عندنا كلمة القسط. ثم رب العالمين يأسس لسنة من سننه، إن الله يحب المقسطين. ترى الله يحب اللي يلتزم بالقسط. هنا بعد مو مكان الأحقاد تحكم. شوف اللي ما يلتزم بالدين أحقاده غرائزه تتحكم به مثل الحيوانات. يعني بني أمية قتلوا الإمام الحسين، لكن قتلوا بلؤم بخبث. ليش؟ لأنهم قتلوه نقتلك بغضا منا لأبيك. احنا بغض ما عندنا. إذا مسلم، إذا حر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه يتوب، الإمام الحسين يقبل توبته. الآن تعال أخذ ضربة وقتله لأنه جعجع به في البداية، لا لا ما عندهم أحقاد. لكن أولئك كان عندهم أحقاد، كانوا ينطلقون من الأحقاد. ويوم اللي قتل يسوون يزرون الخيل على جسد الحسين، بعدين يقطعون رأسه، بعدين يسبون نساء. الإمام علي في معركة الجمل كل الأشياء ما سواها، ولا في معركة شو اسمه معركة النهروان، لا يوم اللي انتصر خلاص بقي هادهم روحهم. حتى أنه في معركة النهروان وهي معركة الخوارج مع الإمام علي، واللي كل المسلمين يجمعون على أن الخوارج كانوا بغاة. الآن في قضية معركة جمل، في معركة صفين لا يخالفون آيات الكتاب في هالقضية ما علينا، بس في معركة نهروان يقولون نعم الحق كان مع الإمام علي وهؤلاء كانوا خوارج. زين، حينما اتهم بعض أصحاب الإمام علي الخوارج بالكفر قال لا لا، أهم كفار؟ الإمام علي قال لا، من الكفر يفروا؟ لا أبدا، هذول مو كفار. أهم منافقون؟ قال لا. لا شنو ذول؟ قال إخواننا بغوا علينا، من نفس الدين لكن بغوا علينا، كانوا ظلمة. ذكرنا أن من الممكن أن مؤمنا يكون ظالما، ينطلق من حقده، ينطلق من غضبه، يمكن تقع الحروب ما بين المؤمنين لأنهم لن يتحولوا إلى ملائكة بمجرد الإيمان، لازم يقاومون شهواتهم ورغباتهم، ما يقاومون إذن يقعون في أحابيل إبليس. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي كما قال يوسف، شيطان تدخل في أولاد الأنبياء كما ذكرنا. إذن الممكن أن يقع، واجب الناس أن يتدخلوا للإصلاح فورا. لكن إذا كانت طائفة تبغي وتظلم الطائفة الأخرى فمن الواجب مقاتلتهم، وإذا فاءت إلى أمر الله يجب تركهم، ثم البحث في مكان العدل ومكان القسط وإعطاء كل ذي حق حقه. آمنا بالله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين.